إبنائي وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة دارسين الجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt, in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. المرة اللي فاتت شفنا illustrated overview على موضوع الأسيد بيس بالانس و imbalance. المرة دي هنراجعه من كتاب الأصل العيني in case إن احنا نسينا شيء. فالأسيد بيز امبالانس من كتاب الأصل بيقول لك بيتحكم في حاجتين, الكيدني والريسبيريشن. الكيدني لما بتأثر في الأسيد بيز سواء بالكالوزس أو أسيدوزس بيبقى اسمها ميتابوليك الكالوزس وميتابوليك أسيدوزس. الريسبيراتوري كومبوننت لما بيغير في البي اتش بتاع دمنا بيبقى اسمها ريسبيراتوري أسيدوزس وريسبيراتوري الكالوزس. الكيدني الاثر بتاعها بيبقى عن طريق لا اما اكسكريشن اوف بايكربونات او ري ابزوربشن اوف بايكربونات او اكسكريشن اوف هيدروجين اينز. اللنج الاثر بتاعها بيتم عن طريق تو جيت ريد اوف سي او 2 اللي هو الاسيد او تو ريتين سي او 2 اللي هو الاسيد. الميتابوليك أسيدوزس معناها زيادة في الحموضة due to metabolic causes ملهاش دعوة باللنج. الزيادة في الحموضة دي هتيجي عن طريق حاجتين, لإما في over production للأحماض في جسمك, لإما في excess loss of bicarbonate excess loss للقلويات. أوكي, فده الظرفين اللي هم ممكن ينتج عنه ميتابوليك اسيدوزس, زياده في الاسيدز او نقص في البايكربونات. اوكي, زياده في الاسيدز الاشهر الامثله بتاعتها دايابيتيك كيتو اسيدوزس واللاكتيك اسيدوزس زي ما قلنا, اللي هي بتيجي نتيجه اي ستيت اوف شوك او سيبسيس. اوكي, ريتينشن اوف اسيدز برضو نتيجه رينال فيلير, الكيدني ما بتتخلصش من الهيدروجين اينز. وزي ما قلنا if kidney fails acid prevails. اوكي, loss of bicarbonate نتيجة diarrhea, intestinal fistula, urethrosigmoidostomy. و الباثولوجي بتاعه في الميتابوليك اسيدوزس البيكربونات هيقل, ولما البيكربونات يقل يبقى فيه بيز ديفيسيت. يحصل كومبنسيشن ازاي؟ احنا اتفقنا الميتابوليك اسيدوزس تبقى كومبنسيتد بريسبيراتوري الكالوزس. ريسبيراتوري الكالوزس يعني ايه؟ ريسبيراتوري الكالوزس يعني اللنج هتساعد ان هي تتحاول من ناحيتها تتخلص من بعض الاسيدز في صورة CO2, وده بيجي عن طريق الايه؟ النهجان اللي انت بتشوفه على العيان بيبقى بانتنج كده زي الكلاب لما بتلهث عشان يطلع CO2 ويعمل واش اوت ل CO2. اوكي, ده الكومبنسيشن من ناحية الايه؟ اللنج. طيب من ناحية الكيدني بقى, وده بيبقى delayed. اللنج ده بيبقى سريع انما الكيدني بيبقى delayed. الكيدني تعمل ايه من ناحيتها لما تلاقي في acids كتيرة؟ تحاول تفرز hydrogen ions, تحاول تفرز hydrogen ions وتحاول تعمل reabsorption of bicarbonate عشان تعادل الاسيديتي. على العيان بتاعك بتشوف الديب rapid breathing اللي احنا بنسميه ايه؟ كوسمول ريسبيريشن. اوكي, طيب العلاج بتاع الميتابوليك اسيدوزس هتعالج السبب. يعني لو كان السبب زي ما شفنا دايابيتيك كيتو اسيدوزس هتعالجه بالانسولين. لو كان حاله شوك هتعمل ستوب بليدنج او تدي انترافينوس فلويد او تعالج السبسيس, هتعالج الدياريه, هتعالج الفيستولا. فالعلاج هينصب على ايه؟ الكوز. في الحالات السيفير بقى اللي فيها الميتابوليك اسيدوزس ممكن تصل الى 7.1,
لازم يكون التدخل بتاعك دراماتيك شوية. ليه؟ لأن احنا اتفقنا البي اتش لما بيوصل 6.8 الإنسان بيموت. فهنا بقى هتجازف وتدي بايكربونات في الوريد، والمعادلة اللي بتحسب لك كمية البايكربونات تضرب البودي ويت في 0.3 في البيز ديفيسيت. اوكي، ميتابوليك الكالوزيس بقى زيادة القلويات في الدم، ودي تبقى نتيجة ايه بقى؟ الالكالوزيس نتيجة ان انت لا اما فقدت حمض من جسمك لا اما اضفنا لك قلوي. ففي النهاية النت ريزلت هيبقى عندك ميتابوليك الكالوزيس. طالما الاسباب بعيدة عن اللنج يبقى اسمها ميتابوليك الكالوزيس. فقدت حمض ازاي؟ الاشهر مثال الفوميتنج او اكسسيف نيزوجاستريك ساكشن اللي بيحصل في حالات البايلوريك ستينوزيس، كونجنتال بايلوريك ستينوزيس في الاطفال، او جاستريك اوتليت اوبستراكشن لاي سبب من الاسباب في الكبار. فده بيفقد اتش سي ال. لما تفقد الحموضة يميل جسمك الى الالكالوزيس، يعني ميتابوليك الكالوزيس. اوكي، دي بيبقى معاها هايبوكالاميا، بيبقى معاها هايبوكالاميا. لا اما بقى ايه، في بقى بايكربونات ريتينشن، زي ايه؟ صوديوم بايكربونات ادمنستريشن، زي المثال اللي احنا لسه شايفينه من شويه. لما تكون في البي اتش وصل لسبعه واحد من عشر بندي صوديوم بايكربونات في الوريد. لو اديت كميه كبيره هتحول العيان بتاعك من ميتابوليك اسيدوزيس الى ميتابوليك الكالوزيس والميلك الكالي سيندروم. طب ايه الكومبنسيشن اللي بيحصل في ميتابوليك الكالوزيس؟ احنا اتفقنا الكومبنسيشن دايما بيجي عن طريق الاورجان التاني. هما تو اورجانز بيتحكموا في الموضوع ده في جسمنا، اللنج والكدني. كدني دلوقتي هي اللي عامله ميتابوليك الكالوزيس. فاللنج ممكن تساعد ازاي؟ ما اللنج ممكن تساعد ان هي تزود الاسيد عشان تعادل الحموضه، ان هي تعمل ايه؟ ريتينشن اوف سي او 2، ريتينشن اوف سي او 2. بس طبعا هي ايه، ديكريزد ريسبيراتوري ريت، مش هيستمر فتره طويله لان ده بيبقى معاه هايبوكس والبني ادم مش هيقدر يستحمل الايه، الهايبوكس. اوكي، طيب ال respiratory inhibition ده ممكن يصل لمرحلة خطيرة اللي هي ايه؟ تشيني ستوك بريزنج. تشيني ستوك بريزنج ده عكس الكوسمول بريزنج اللي احنا سايبينه من شوية. ده تبص تلاقي العيان ال respiratory rate بتاعه بينخفض بينخفض بينخفض، وبعدين يجي لحظة يبقى فيه أبنية، يتوقف عن التنفس وبعدين يرجع يتنفس من تاني. السايكلز دي اسمها ايه؟ تشيني ستوك ريسبيريشن. طبعا الميتابوليك الكالوزيس بيقلل ايونايزد كالسيوم، فممكن تيتاني يحدث. اوكي، طيب ايه علاج الميتابوليك الكالوزيس؟ علاج السبب، يعني لو في اكسسيف نيسو جاستريك ساكشن هتشيل التيوب، هتعالج الجاستريك اوتليت اوبستراكشن، هتعالج البايلوريك ستينوزس، وهتدي سلاين في الوريد. السلاين كافي ان هو يستعدل العيان ويصلح الكالوزيس. بس لو في اكامبانيد هايبوكاليميا لازم تضيف عليه بوتاسيوم، بوتاسيوم كلورايد، علشان تصلح الايه، الهايبوكاليميا. في الحالات بقى اللي فيري سيفير الكالوزيس اللي هو ممكن البي اتش يصل 7.7، هنا لازم تدي حاجة قوية اللي هي ايه، انترافينوس امونيوم كلورايد اور هيدروجين كلورايد فيري سلولي. طبعا لو حدث تيتاني من الالكالوزيس هتعالجه بايه؟ بكالسيوم جلوكونيت اي في. اوكي، ريسبيراتوري اسيدوزيس، ريسبيراتوري اسيدوزيس معناه ايه؟ ان CO2 retention و CO2 ده الحمض، CO2 retention والسبب respiratory. طيب ده ممكن يحدث ويؤدي الى respiratory acidosis. ده ممكن يحدث في حالات ايه؟ الهايبوفنتليشن.
hypoventilation يعني slow و shallow breathing، وده ممكن يحدث نتيجة inhibition of respiratory center في المدلة أو بلنكادة بسبب عقاقير مورفين أو CNS lesion زي trauma أو tumor أو infection، أو العام مش قادر يتنفس بسبب مشكلة في الـ chest wall زي trauma في الـ chest أو morbidly obese أو myasthenia gravis أو poliomyelitis، أو اللنج بقى بارينكما ذات نفسها هي فيها مشكلة منع الـ proper gas exchange زي إيه؟ زي نمونيا، زي أزمة، زي chronic obstructive pulmonary disease، زي إمفيزيما، زي adult respiratory distress syndrome، زي pulmonary edema. كل الأسباب السابقة تؤدي إلى CO2 retention، و CO2 retention معناها acidosis. طيب مين بقى هيساعد ويعمل compensation في الحالة دي؟ الأورجان التاني اللي هو الكدني. الكدني هتحاول تعمل ايه بقى؟ هتحاول علشان تعدل الأسيدوزس، هتحاول ان تعمل صوديوم بايكربونات بريزرفيشن، ان هي تحتفظ بالصوديوم بايكربونات. بس ده زي ما طبعا الرينال كومبنسيشن ده بيحتاج وقت. اوكي، فهي بتشتغل في الحالات بتاعت الكرونيك ريسبيراتور اسيدوزيس، انما في الاكيوت سيتويشن ما بتسعفش. العيان بقى اللي هو مش قادر يتنفس، تتوقع كلينيكال بيكتشر بتاعته يبقى شكلها ايه؟ ده واحد مش قادر يتنفس وعنده ريسبيراتور اسيدوز، بيبقى ريستلس، مخنوق، ممكن يبقى عنده ساينوزيس. اوكي، بيبقى ممكن يبقى عنده هايبرتنشن وتاكيكارديا. فلو العيان بتاعك بوست اوبراتيف اللي هو نايم في الورد والحكيمة قالت لك ده هايبرتنسيف تاكيكارديا، ممكن يكون عنده ريسبيراتوري الكالوزيس، ريسبيراتوري اسيدوزيس، واخد بالك؟ ممكن يكون عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس بسبب هايبو فنتيليشن، ممكن بسبب الريزيديوال افكت بتاع الانثيتيك دراجز على الريسبيراتوري سنتر. اوكي، ف تيك كير في البيكتشر دي. ما تنساش برضو ان مجرد بوست اوبراتيف بين ممكن يعمل هايبرتنشن وتاكيكارديا. يعني لما العيان بتاعك في الورد يبقى هايبرتنسيف وتاكيكارديا عقب العمليات الجراحيه، حاجه من الاثنين، لا اما عنده pain وانت بتديله inadequate analgesia، لاما عنده respiratory acidosis وما بيتنفسش كويس. اوكي، طبعا في severe cases هيحتاج ventilation. اوكي، respiratory alkalosis يعني ال pH عالية نتيجة respiratory causes، ودي بتيجي نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان كربون دايكسايد is بلو، ده نتيجة هايبر فنتيليشن. فما بتعمل انت هايبر فنتيليشن بتنهج، بتتخلص من السيو تو كأنك بتتخلص من الاسد. لما تتخلص من الاسد جسمك يميل ناحية الايه؟ الالكالوزيس. اوكي، ايه بقى الحاجات اللي هي تعمل respiratory alkalosis؟ اي حاجة تعمل hyperventilation. hyperventilation بتتخلص من CO2، يعني بتتخلص من الاسد. لما تتخلص من الاسد تخش في alkalosis زي الهستيريا، hyperbaryxيا، او عيان على فنتليتور والانتنسيفست مش مظبط الفنتليتور كويس، عامل hyperventilation فالعيان يخش منه في respiratory الكالوزيس نتيجة الـ CO2 wash. اوكي، طيب الكمبنسيشن بقى مين الأورجان التاني اللي ممكن يساعد هنا؟ الكدني. الكدني المفروض لما تلاقي في respiratory alkalosis يعني البيكربونات زاد، ثم هي عاملة ايه؟ تحاول تزود الـ excretion of bicarbonate، ده دورها لو هي هتعمل compensation. اوكي، العيان بقى اللي
اللي بينهج وعمل واش اوت للسي او 2 ممكن الكلينيكال فيتشرز بتاعته. طبعا لما يعمل واش اوت للسي او 2 يخش في الكالوزس الايونايزد كالسيوم هيقل، وممكن بعد شويه يخش في ريسبيراتوري اريست. اوكي، ايه العلاج بقى؟ شفناه في الفيديو السابق ان انت في الهستيريا تخليها تتنفس in a paper bag. واخد بالك؟ ممكن بقى لو عيان على فنتليتور تزود انت نسبة الكربون دايكسيد في الانسبايرد جاز ميكشور عشان تستعدل قصة الكربون دايكسيد واش اوت اللي بتحصل. اوكي، اهم حاجة في تشخيص الاسيد اسيد بيز امبالانس ان انت تطلب اي بي جي. اي بي جي وزي ما قلنا في الفيديو السابق بتبص على البي اتش، بتبص على السي او 2، بتبص على الاتش سي او 3. اوكي، وهنا في كتاب القصر عمل تلخيص بسيط للاربع حاجات اللي انت ممكن تقابلها. هنبدأ بالموست كومن اللي بنقابلها كتير في الجراحة اللي هي ميتابوليك أسيدوزيس، ودي نتيجة هايبوفوليميا أو بلاد لوس أو سيبسيز. فالميتابوليك أسيدوزيس البي اتش طبعا بيبقى واطي. أوكي، طيب بالنسبة للسي او 2 البارشال بريشر اوف كربون دايكسايد بيبقى reduced. ليه؟ لان العيان بتاعك بينهج عنده compensatory hyperventilation لانه بيحاول يطرد CO2، فالبارشال CO2 هيقل. اوكي، طب بالنسبة للبيكربونات هتقل لان ده metabolic acidosis، ولما البيكربونات تقل يبقى لازم يكون عنده base deficit. اوكي، طيب نيجي لميتابوليك الكالوزيس. الكالوزيس يعني البي اتش عالي. اوكي، طب what about CO2؟ طبعا اللنج هترد على الميتابوليك الكالوزيس بكمبنساتوري ريسبيراتوري اسيدوزيس. اوكي، فيحصل ايه؟ الريسبيراتوري ريت يبقى سلو عشان احنا عايزين ريتينشن اوف CO2 عشان يعادل الايه، يعمل حموضه تعادل الالكالوزيس. طيب ده ميتابوليك الكالوزيس، فتتوقع ال HCO3 يكون ايه؟ عالي. وطالما ال HCO3 عالي يبقى لازم البيز ديفيسيت هو كمان يبقى عالي. ريسبيراتوري اسيدوزيس يعني ال BHA واطي. طيب بالنسبه لل CO2 elevated عشان CO2 retention لان هو ده اللي عامل الريسبيراتوري اسيدوزيس. طيب ال HCO3 لو الكيدني ناوية تساعد هتعمل retention of HCO3 compensatory renal retention، ولو ال HCO3 زاد يبقى لازم ال base deficit يزيد. respiratory alkalosis ال BH هيبقى ايه؟ عالي طبعا. اوكي، طب ال CO2 هيقل لان ايه؟ في excessive respiratory rate عالي، في CO2 wash يعني acid wash، فالعيان بيخش منك في الكالوزس وهيبقى اسمها respiratory alkalosis. طيب دي هتبقى compensated بايه؟ بميتابوليك acidosis. ميتابوليك acidosis يعني ايه؟ يعني الكيدني تحاول تساعد ان هي تزود الاكسكريشن بتاع البيكربونات، تزود الاكسكريشن بتاع البيكربونات، ده دورها. لو نجحت في هذا والبيكربونات نقص يبقى البيس ديفيسيت هيقل. اوكي، فده كان كتاب القصر العيني وهو بيتكلم على الأسيد أسيد بيس إمبالانس. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt, the professor of general surgery in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. Now it's time to like, dislike, share and subscribe.